وفي السياق ذاته قال قبطان شركة تام للطيران البرازيلية إنه شاهد جسما يحترق في المحيط الأطلسي أثناء رحلة كان يقوم بها من إحدى دول الأوروبية إلى ريو دي جانيرو. وخلال لقائه بأقارب ركاب الطائرة الفرنسية المنكوبة قال نائب الرئيس البرازيلي جوزيه ألينكار إن حكومته ستبذل ما بوسعها للقيام بعمليات البحث عن ناجين. يذكر أن الطائرة الفرنسية اختفت عن شاشات الرادار فجر الاثنين أثناء قيامها برحلة من ريو دي جانيرو إلى باريس، كان على متنها 228 راكبا. كانوا يستعدون لاستقبال أقاربهم في مطار تشارلي دي جول في باريس، ولكنهم الآن يترقبون خبرا بسقوط طائرتهم ووقوع كارثة جوية كبيرة. الطائرة التابعة لشركة إير فرانس كانت في طريقها من ريو دي جانيرو في البرازيل إلى باريس، ولكنها اختفت فوق المحيط الأطلسي. الحكومة الفرنسية حشدت كل قوتها لمواجهة الموقف وطلبت مساعدة دولية. أرسلنا قوارب وطائرات إلى منطقة الحادث. أصدقاؤنا الإسبان يساعدوننا والبرازيليون أيضا، وطلبنا من الأمريكيين أن يساعدونا بالأقمار الصناعية لتحديد موقع الكارثة. سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة ما يمكن استعادته من الطائرة ولمعرفة ما حدث. الخبراء يرجحون سقوط الطائرة في المحيط. اللي صار إنه حدث ما من الأحوال الجوية، شيء عميق جدا، إنه الطائرة لا يمكن السيطرة عليها وأدت إلى الهاوية بسرعة، إنه ما كان عنده مجال ولا عنده كهرباء يحكي مع البرج. والشركة المالكة تتوقع أن تكون الطائرة تعرضت لصاعقة بعد أن دخلت منطقة تقلبات جوية شديدة، مما تسبب في عطل بأجهزتها. إير فرانس تستبعد خطأ بشريا أو هجوما إرهابيا. الطائرة دخلت منطقة التقلبات الجوية، وتلقينا بعد ذلك عدة رسائل أوتوماتيكية مفادها أن هناك خطأ، وفي حوالي الساعة السابعة تبين أن الطائرة تتعرض لمشكلة. الطائرة من طراز إيرباص A330، وكان على متنها 228 شخصا هم الركاب والطاقم. ومع تلاشي الآمال في نجاة الركاب، يبدو أن رقم الرحلة سيعني أكبر كارثة جوية في تاريخ شركة إير فرانس. أحمد الشيخ، BBC.